نواب الجمعية الوطنية يعتمدون على مشروع قانون برلماني يتعلق بإنشاء لجنة برلمانية تقوم بمراجعة مشروع القانون الدستوري الجديد لتشاد. المدير العام لصندوق الوطني الضمان الاجتماعي كالي بايمي دوبي يقوم بزيارة لمدينة سار حاط إقليم الشرق الأوسط بهدف التعرف على الأحوال العامة للصندوق الفرعي. المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية التشادية نقدم لحظاتكم عرضا المسائي لهذا اليوم. شارك اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو في حفل مناورات العسكرية درع الخليج رقم 1، حيث تشارك البلاد ب 44 جنديا. المناسبة جرت بحضور ملوك ورؤساء الدول المشاركة في المناورات. تفاصيل الخبر مع الحبيب حامد محمد. تقديرا لدوره الدؤوب في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ودحر الإرهابيين في كل مكان، وبدعوة رسمية من ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود، شارك بعد ظهر اليوم فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو في أعمال اختتام المرحلة الثانية من مناورات درع الخليج المشترك الأول بالمنطقة الشرقية بمشاركة قوات عسكرية من 24 دولة من مختلف أنحاء العالم، بينها رجال قواتنا الوطنية التشادية البواسل والتي شاركت بقوات قوامها 44 رجلا. هذه المناورة شملت عدد كبير من قوات العالم، ضمت القوات البحرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي وقوات خاصة ناورت بذخيرة حية، بالإضافة إلى قوات أمنية. ويهدف التمرين إلى تعزيز الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويأتي ضمن الاستراتيجيات الشاملة للقضاء على الإرهاب، ويصنف كأحد أكبر عمليات حشد عسكري بالمنطقة، مثل عملية عاصفة الصحراء والمناورات العسكرية رعد الشمال التي أجريت في مارس عام 2016 بحفر الباطن بالمملكة. ويعد هذا التمرين العسكري الأضخم في المنطقة على الإطلاق، سواء من ناحية عدد القوات المشاركة أو نوعية الأسلحة المستخدمة والخطط العسكرية المنفذة. واستهدف التمرين إظهار قوة التخطيط العسكري السعودي والعالمي والقدرة على الفائقة على إدارة العمليات الحربية واستخدام أحدث تقنيات التسليح والنظم العسكرية العالمية للدول المشاركة، التي تتصدر 4 دول منها التصنيف العالمي ضمن قائمة أقوى 10 جيوش في العالم، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. وشملت عمليات التمرين بالذخيرة الحية تطهير منشآت ضربات كيماوية وضرب منصات صواريخ للقوات الجوية وعمليات السفن البحرية والدفاع الساحلي وتطهير قرى وعمليات اقتحام وتطهير قرى للقوات الخاصة وإسناد لقوات سطحية. ويسعى التمرين لتحقيق التعاون المشترك والتنسيق العسكري المتكامل بين الدول المشاركة لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة والدول الأعضاء. وقواتنا التشادية الباسلة بفضل القيادة العليا لفخامة الرئيس الجمهوري إدريس ديبي تنو القائد العالي للقوات المسلحة الوطنية التشادية، سيكون لها حضورا عالميا مميزا وسط هذه القوات. قواتنا الوطنية التشادية الباسلة كانت حاضرة منذ الوهلة الأولى للتدريب، والتي بدأت منذ شهر، ويترأس هذه القوات كل من الجنرال حسن القدم الجنيدي والجنرال موسى تيمان كينيا والجنرال محمد شاويش. وقد أظهرت قواتنا الباسلة شجاعتها وبسالتها وسط الحضور العالمي المميز. وشاركت تشاد أيضا منذ سنتين في عملية رعد الشمال بمنطقة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، ولها مشاركات عديدة في منارات عالمية مماثلة. وجانب جمهورية تشاد والتي ضمن المجموعة الساحلية الخمس، هناك موريتانيا الإسلامية وجمهورية مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إضافة إلى كل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وجمهورية جيبوتي وجمهورية جزر القمر. هذه المناورات العسكرية التي يطلق عليها اسم درع الخليج الأول سيكون لها بالفعل صدى قويا ومساهمة فعالة في حماية المنطقة ودحر الإرهاب في كل مكان. فتار صواريخ. ومن الجدير بالذكر أن بلادنا تشاد تربطها علاقات تاريخية وأزلية مع دول الخليج العربي، سيما المملكة العربية السعودية. وبلادنا تشاد أيضا تعتبر ضمن الدول الأفريقية المؤسسة لمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون العربي الأفريقي. وفخام الرئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو كان له الدور الكبير في تعميق هذه العلاقات التاريخية. المناورات العسكرية شهدت أيضا عرضا عسكري للمشاة العسكريين للدول المشاركة، بينها تشاد، والتي تميز رجالها بعرض منفرد صفق له كل الحاضرين.
وننوي أن فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو جعم وفد رفيع المستوى ضم كل من وزير المندوب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني الجنرال بشار عيسى جاد الله، ووزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي شريف محمد زين، ومدير المكتب المدني برئاسة الجمهورية السيد عيسى علي طاهر، ومدير المكتب العسكري الجنرال محمد روزي. اعتمد نواب الجمعية الوطنية مشروع قرار برلماني يتعلق بإنشاء لجنة برلمانية تقوم بمراجعة مشروع القانون الدستوري الجديد لتشاد. كان ذلك في جلسة علنية رأسها رئيس الجمعية الوطنية هارون كبدي محمود حسن سمبو. صوت كافة النواب الذين حضروا هذه الجلسة بنعم على اعتماد قرار برلماني يتعلق بإنشاء لجنة برلمانية خاصة لتكلف بمراجعة مشروع القانون الدستوري للجمهورية الرابعة. جاء ذلك على ضوء عريضة برلمانية وقع عليها 48 برلمانيا طلبوا فيها بإنشاء هذه اللجنة، والتي يتكون عدد أعضاؤها من 25 برلمانيا، بحيث أنه من بين أهم المهام التي تقوم بها تتمثل في جمع الوثائق الضرورية اللازمة والمفيدة في دراسة مشروع هذا القانون الدستوري. أحد النواب الذين وقعوا على هذه العريضة تحدث أكثر عن هذه اللجنة. أنا أول في لجنة أنا الغوانين في، لكن قلنا شيء مهم خلي نجيب لجنة آخر خاصة لي يعني يستدر الآن الشيء الدوكيمان هو مهم مرة واحد. دونك لأجل ذلك خلانا خطينا اللجنة خاصة للدستور ده يجيب لنا وفي مدة أسبوعين يقدم لنا التقرير. اعتماد هذا القرار من قبل البرلمانيين لقد ترك انطباعات جد جيدة لدى الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالإصلاحات والعلاقات مع الجمعية الوطنية. هنا فرحانين جدا ونقول هسا يعني الخدمة خلاص ماشية، الخدمة بدت وماشية قدام، وإن شاء الله في الكالندرية هنعمل حدودة يخدموا فوقها وإن شاء الله النتيجة تمرق. ووصف لأنه الديبتيات هم في قصدوا وهم صوتوا لأنه الريفورم الحكومة أسستها معهم هم سوا، يعني الشعب التشادي كل الحضرة في الفوروم هو بس الحدد الريفورم الببقى. أن النواب الذين وقعوا على هذه العريضة يمثلون عددا من نواب الكتل البرلمانية بالبرلمان. التقى وزير العدل وحامل الأقدام المكلف بحقوق الإنسان جمع عربي بالوفد الزائر للبلاد من مجموعة العمل حول استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان. الهدف من ذلك هو التعرف فيها عن التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال حقوق الإنسان. إذا أحسن. تأتي هذه المقابلة التي جمعت وزير العدل حامل أختام المكلف بحقوق الإنسان السيد جمعة عربي مع الوفد الزائر لمجموعة العمل حول استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان ومنع ممارسة حق الشعوب لتحقيق مصيرها. ويهدف اللقاء إلى معرفة الأعمال المتعلقة بحقوق الإنسان في تشاد. هذا وخلال المقابلة ناقش الوفد الزائر للبلاد مع الوزير عددا من القضايا ذات الاهتمام بحقوق الإنسان، وأكد الوزير بأن تشاد من الدول التي تهتم بهذا الشأن. والله حجينا ما عمل كلام عن المرتزقة بس زي والمرتزقة ده هنا في تشاد هم كلهم متأكدين تبع ما عندنا أي مرتزقة هنا. هنا كان من ماذا كان جاني داو في الإرهابيين القاعدين في الفرونتير. وعقب نهاية المقابلة صرح أحد أعضاء المجموعة للصحافة الوطنية عن فهو المقابلة وأضاف: حاليا تناولنا نقاط على ما قامت به وزارة العدل من نشاطات في مجال إعادة صياغة القوانين والإنجازات التي تحققت باستحداث دوائر تعني بحقوق الإنسان. نعرف الصعوبات التي تواجهها حكومة تشاد، الصعوبات الاقتصادية وأيضا الصعوبات في مجالات التي تنشأ نتاج لنشاط المرتزقة، ولكن أعتقد على المدى البعيد تشاد تسير في الطريق الصحيح. للتذكير فإن المجموعة أنشئت في شهر يوليو من العام 2005 وستواصل عملها في عدد من الدول المدرجة في جدول أعمال الجولة لتقييم العمل حول حقوق الإنسان ورفع تقرير عام للجهات المعنية بهذا الموضوع.
قام المدير العام لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالديبي بامي دوبي بزيارة لمدينة سار حاضرة إقليم الشرق الأوسط. تأتي زيارة دوبي لمقر صندوق الفرعي بسار بهدف التعرف عن الأحوال العامة للصندوق. فاطمة داود اللحمر. يأتي هذا اللقاء الذي جمع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالزيبي باهيمي ديبي وبعض من أعوانه بمختلف قيادات ورؤساء الأقسام لصندوق الضمان الاجتماعي فرع مدينة سار من أجل إصلاح العمل وتذليل العقبات التي يواجهها العمال بالصندوق. في الكلمة الترحيبية التي قدمها حاكم إقليم شاري الأوسط يوسف أمبادو بامي طلب من العاملين خلال هذا اللقاء بالتمسك بالأسس العامة للعمل والتقيد بالضوابط وفق منظومة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي معرض رده المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالزيبي باهيمي ديبي أكد بأن تبادل الآراء والأفكار وتناول بعض القضايا العالقة هو المغزى الرئيسي من هذه الزيارة، وذلك من أجل تقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى تحسين نوعية خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالأخص فرع مدينة سار. كما دعا كالزيبي في حديثه كافة العاملين في القطاعين العام والخاص بدفع الاشتراكات والالتزامات المالية من أجل تسهيل وتقديم الخدمات نعتذر لرداءة المادة الصوتية. قام النائب الأول لعمدة بلدية نجمينة التجاني عبد الرحمن نورين بزيارة لمقر المدرسة الوطنية للشرطة. الهدف من ذلك هو التعرف على مدى التقدم الذي أحرزته قوات الشرطة لمصادرة الدراجات النارية للأجرة التي أصحابها يخالفون القرار الأخير المتعلق بالزي الموحد. عبد الله هارون برما. بناء للقرار رقم 095 الصادر من بلدية أنجمينة والذي ينص بتنظيم سير وسائل النقل والمواصلات المعروفة باختصارا الكلاندو، قام النائب الأول لعمدة بلدية أنجمينة التجاني عبد الرحمن نورين وبمعيته عمد الدوائر العشرة بزيارة إلى مقر المدرسة الوطنية للشرطة سابقا لمعرفة عدد الدراجات النارية التي تم ضبطها بسبب المخالفات وعدم الالتزام بوحدة الزي العمل لأصحاب الدراجات. وعلى حسب العمدة إن الإجراءات التي اتخذتها البلدية لضبط عمليات السير وتنظيم المرور وتطوير قطاع النقل بالدراجات النارية. بالفعل هنالك إخطار مسبق، القانون رقم 95 لبلدية أنجمينة منعت منعا باتا لأي دراجة أو سائق دراجة نارية أن يمارس أو أن يمارس نشاط كلاندو مان دون أن يكون ويحترم قوانين هذه اللائحة، والقوانين واضحة، لابد لصاحب هذه الخدمة أن يكون له لبسة ولبسة بلون البلدية المعينة، وفي نفس الوقت عليه أن يضرب البوهية في التانك، وهذا فضلا عن ذلك هنالك إجراءات أخرى لابد أن يكون لسائق الكلاندو، منها أن يكون له مهارة جيدة في السواقة. يذكر أن الإجراءات التي قام بها عمد الدوائر العشرة من شأنها تنظيم وسائل النقل والمواصلات بصورة جيدة وتفادي الحوادث في الطرقات العامة وتوفير الخدمات للمواطنين. التقى الأمين العام لحزب الحركة الوطنية إنقاذ محمد زين بدر عباس بسفير تركيا لدى البلاد إردل صبر إرجا. اللقاء ناقش عدة ملفات تتعلق بتقوية العلاقات بين تشاد وتركيا في المجال السياسي بين الحزبين الحاكمين في تركيا وتشاد. سعيد أحمد حسن. زيارة السفير التركي إردل صبري إرجن تؤكد مدى نجاح مخرجات الملتقى الوطني الشامل الذي مضى من عمره أسبوعين تقريبا، وهي الدافع الأساسي الذي جمعه بمحمد زينبادا الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ ونائبه الدكتور زكريا محمد صالح. لقاء تناول فيه الطرفان عدة نقاط تتمحور حول تقوية التعاون بين البلدين الذي أكده السفير إرجن، حيث قال إن العلاقة التاريخية التي تجمع تشاد وتركيا والحفاظ عليها يتطلب تبادل أفكار ووضع خطط لتسهيلها وتطويرها وكذا توطيدها.
كما أن حزب العدالة والتنمية التركي عمل كثيرا إلى جانب حزب الحركة الوطنية للإنقاذ التشادي، وهذا يؤكد على النية السمحاء للحزبين والشعبين في المضي قدما نحو التنمية. تصريحات ثمنها الأمين العام النائب لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ: حزب الحركة الوطنية للإنقاذ جاهز تماما لمد العلاقة بين الحزبين وتقوية العلاقة بين الحزبين ومساعدة والوقوف مع الرئيسين لتطبيق السياسة المستقبلية التي تجدد العلاقة القوية التاريخية بين تركيا وجمهورية تشاد. ونحن أولى بحكم أننا دولة تربطنا علاقة، بحكم أننا دولة آمنة، بحكم أننا دولة فاتحة الآن، فتحت الأبواب من كل الاتجاهات، ولهذا نحن رحبنا بها زيارة السفير التركي، واتفقنا على أن نجدد الزيارات بيناتنا وبين الحزبين، حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الوطنية للإنقاذ. واختتم اللقاء بتوجيه دعوة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ لزيارة تركيا، حيث ينتظره حزب العدالة والتنمية بفارغ الصبر. نظمت السفارة الرواندية بالبلاد مناسبة لإحياء الذكرى 24 لانتهاء الحرب الأهلية الرواندية التي شهدتها رواندا في العام 1994، وراح ضحيتها ما يقارب 8000 شخص. المناسبة حضرها السفير الرواندي لدى البلاد ورئيسة الجالية الرواندية بجاد وعدد من المدعوين. كما شهدت المناسبة عرض فيلم وثائقي تناول أحداث الأزمة الأليمة وبتدخلات خارجية. قام أعضاء الرابطة الوطنية للمحاسبين في تشاد بإطلاق يوم إخباري توعوي حول الرابطة، وذلك بزيارتهم لمدعي الجمهورية آدم حسن المكاوي. من أجل الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمهني المحاسبة، يجيء هذا اليوم الإخباري التوعوي للرابطة الوطنية للمحاسبين في تشاد التي أنشئت في العام 2017 بهدف إرساء معايير المحاسبة والتدقيق وتنظيم صفوف مهني المحاسبة بتشاد. وخلال مناسبة اليوم الإخباري التوعوي للرابطة، قال رئيس الرابطة الوطنية للمحاسبين في تشاد جان بول نيديغي بأن البلاد تفتقر إلى محاسبين أكفاء يزاولون نشاطهم بشكل رسمي، مبينا بأن هذا اليوم يساعد على مناقشة وطرح العديد من البرامج لكي تأخذ المحاسبة مجراها. مدعي الجمهورية محمد صالح في حديثه بهذه المناسبة أشاد بمبادرة أعضاء الرابطة، مؤكدا بأنه سيعمل مع الرابطة من أجل إيقاف الأشخاص غير ذو الاختصاص. ونشير إلى أن الرابطة الوطنية للمحاسبين في تشاد تعد شريكا لكل من وزارة العدل ووزارة المالية والميزانية. قدم رئيس جمعية التحالف من أجل السلام ونهضة الشباب محمد المهدي عبد الرحمن حديثا صحفيا حول رفع الولايات المتحدة الأمريكية الحظر عن التشاديين. أننا تشاديان اليوم مشكورين في العالم كله، مشكورين في العالم كله، وشغل بيك لنا أجب بريزيدان أمريكان دونالد ترامب يقول تشاديان ما يمشي في أمريكا. أننا تشاديان ناس كيكي ماكي تاريخ شغل الأول أجير خشو لرئيس أمريكي ساكي هسا طلب مننا سيما لقدام تشاديان، يعني أمريكا دمشي ما تشاد دا صوا صوا بس شيف دي بارتي دول يا ما دابا يجي كلام ما عاد انا الفتنه ما ندير بل انا صغير في افي ما ندير الفتنه امس فورم ناسيونال انكلوزيف هنا لما لي بريس كل التعدين كله. شهدت مدينة آتيا حاضر إقليم البطحاء لقاء جماهيريا حول مخرجات المنطقة الوطني الشامل. تفاصيل الأوفى مع محمد طاهر جبريل الحر. تعميم مخرجات وقرارات المنطقة الوطني الشامل والدعوة إلى التمسك بالتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، ذلك محور هذا اللقاء التوعوي الذي شهدته ساحة بلدية مدينة آتيا والذي نظمته وأدارته ثريا مختار مهدي عضو المجلس الوطني للنساء الرائدات والتي كانت من المشاركين في أعمال المنطقة الوطني الشامل. الحوار كان تفاعليا وشارك فيه كل من رئيس جمعية نور المستقبل حسن محمد حلو إلى جانب عمدتي آتيا وأم حجر، الأمين العام لمقاطعة البطحة الغربية حسين باليه
ومحافظ مقاطعة البطحة الغربية أحمد تجاني موسى. عند تناولها لمخرجات الملتقى الوطني الشامل، ركزت ثريا مختار مهدي على حظوظ المرأة التشادية التي نالت التساوي في فرص المشاركة في العمل. ونشكر رئيس الدولة إدريس ديبي إتنو اليوم أنتان الأهمية أنين الأوين 50% في الإدارة. كما تناولت المتحدثة أيضا أهمية التعايش السلمي في الجمهورية الرابعة. والتعايش السلمي ده البجيب شنو إلا المواطنين البجيب التعايش السلمي وإلا ناس الريجون داخل أي نار في الريجون هقر هو بجيب التعايش السلمي ده بجيب بشنو بالإخلاص وبمحبة هنا وطنا وهنا الريجون هقر. هذا ونشير إلى أن كل المتحدثين في هذا اللقاء التوعوي أشادوا بروح التعايش السلمي المعايش في مدينة آتية بين العشائر وأتباع الديانات المختلفة. رأس حاكم إقليم بركو حماد محمد بشير أعمال الدورة التدريبية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية. تنظيم الدورة جاء من قبل المنظمة العالمية للهجرة. يوسف موسى في سياق هذا التقرير الذي يقرأه أحمد ياسين عبد الرحمن. إن مسألة الهجرة غير الشرعية لها مخاطر جمة، من أبرزها مسألة الاختطاف والاتجار بالبشر وتنشيط الحركات الإرهابية في المناطق الحدودية وخاصة الصحراوية. ولهذا فإن منظمة الهجرة الدولية نظمت ورشة تدريبية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، الأسباب والنتائج. المستفيدون من هذه الورشة المسؤولين الإداريين والتقليديين وجمعيات المجتمع المدني ورجال الدين والسلطات الأمنية بإقليم بركو، بهدف توعية الشباب بعدم تعريض أنفسهم للخطر المؤكد والمصير المجهول عبر الصحراء والبحار، وألا يكونوا عرضة للإرهابيين والمتاجرين بالبشر. بحسب مسؤول بعثة منظمة الهجرة الدولية عاشور إدريس. أما من جهته حاكم إقليم بركو داود حماد بشير ثمن هذه الخطوة الإيجابية التي تسهم في حل الكثير من القضايا عبر توعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما طلب تكرار مثل هذه الورش والدورات التدريبية لتعم الفائدة الجميع. وتستمر الدورة لمدة يومين بمدينة فيا حضرة إقليم بركو. تفقد حاكم إقليم حجر لميث الدكتور أبو بكر جبريل أبو بكر حالة أهالي قرية المليسة والتي شب بها حريق هائل تسبب في أضرار جسيمة. تقرير محمد طاهر صالح. تعتبر الحرائق من ألد أعداء البيئة ومدمرة للحياة، لكنها تكثر في فصل الصيف، وتعد قرية المليسة التابعة لكانتون السالي التابع لمركز كرل الإداري أحد ضحايا هذه الحرائق التي نشبت في القرية يوم الأربعاء الماضي وأسفرت عن خسائر مادية في المنازل والمأكولات. 75 منزل هذا كله أكلته في المنزل، وعنده معدات كثيره من الغلال وكذا، المال قريب قرابه 300 شوال. هذه ال 75 بيت كلهم توزعوا بين الاهالي، بارك الله في الاخوان اللي استضافوهم. يعني الان كثير من الناس مثلا عندنا الحمد لله مهندنا وتعاوننا انا التشادين ده، هو هذا الشيء يخفف لهؤلاء الاسر. وتعد زيارة المسؤولين الإداريين في مقدمتهم حاكم إقليم حجر لميس أبو بكر جبريل أبو بكر ورئيس مركز كرل الإداري ورئيس الكانتون شخصيا مؤازرة لمهنة أهالي قرية المليسة المتضررة من جراء الحرائق. نطلب من كل الأهل والإخوان والجمعيات المدنية وغير مدنية، وكان الحكومة خليت تساعد الشعب ده شنو ألم الحرارة وقت قاعدين في شهر 4 وحرارة ساخن دول يقود كل ما فيه. مندوب مؤسسة القلب الكبير أبو بكر موسى كالي كان حاضرا وبقوة. نشكرهم كثير وإن شاء الله تعافهم ده نقدمه بفضلكم أنتم الصحافة، نقدمه للسيدة السيدة الأولى إن شاء الله بلغوا مساعدة بإذن الله. وسلم حاكم إقليم حجر لميس أبو بكر جبريل أبو بكر مساعدات رمزية عبارة عن ظرف مالي باعتباره أولى القطرات الإغاثية لحين الدعم المنتظر لأهالي قرية المليسة المتضررة. انطلقت يوم أمس بمدينة بيلتن حاضر إقليم وادي فيرا نشاطات القافلة الطبية لمؤسسة القلب الكبير. محمد حسن آدم.
انطلقت رسميا بمدينة بلتن حاضرة إقليم وادي فرا فعاليات القافلة الطبية لمؤسسة القلب الكبير لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو، وذلك بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريفة المصرية. جرت المناسبة بحضور حاكم الإقليم محمد ديليو تنغل وممثل رئيسة المؤسسة السيد عمر يحيى حسين، إلى جانب رئيس بئسة مشيقة الأزهر الشريف والسيدة شمس الهدى بكر كدادي رئيسة بئسة مؤسسة القلب الكبير وجمع غفير من المدعوين. هذه القافلة الطبية جاءت تحت شعار تعاون من أجل تحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطنين، حيث بدأت المناسبة بكلمة ترحيبية لعمدة مدينة بلتن، وتلته كلمة ممثل رئيسة مؤسسة القلب الكبير السيد عمر يحيى حسين، الذي شكر سكان مدينة بلتن على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مضيفا بأن هذه القافلة الطبية ستسمح لسكان الإقليم الاستفادة من الخدمات العلاجية المجانية، بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية المختلفة. في خلال الأسبوع الجاي المرأة، الراجل، الشايب، الكبير والسخاير، كل الموازم وكل تكلمون عشان يجوا في بيت جوا يلقوا فايدة هنا علاج ده. النادم والمكان على جهة لساعدنا أنينا في التنمية هنا البلد. في كلمته الافتتاحية لأعمال هذه القافلة الطبية، حاكم الإقليم محمد ديليو تنغل شكر هو الآخر مؤسسة القلب الكبير لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو وجامعة الأزهر الشريف على وقوفها الدائم بجانب البلاد لتحقيق الأهداف المنشودة، لا سيما تعزيز القطاع الصحي بالبلاد. رئيس بئسة الأزهر الشريف أشار في حديثه بأن هذه البئسة تعتبر ثمرة الشراكة الفاعلة بين البلاد وجمهورية مصر العربية، مؤكدا بأن الفريق الطبي سيبذل قصارى جهده من أجل إنجاح أعمال هذه القافلة في مختلف التخصصات الطبية. هذا ونشير إلى أن فعاليات هذه القافلة ستتم بمشاركة 33 طبيبا مصريا، وستستمر حتى 22 من أبريل الجاري. ونبقى في مدينة بلتن، وبعد انطلاق الرسمية تم توزيع المرضى حسب التخصصات الطبية. للمرة الثانية محمد حسن آدم مراسلنا من هناك. بدأت أعمال القافلة الطبية لمؤسسة القلب الكبير في صبيحة هذا اليوم الاثنين بتسجيل بيانات المرضى وكذا الفحوصات وتشخيص الأمراض بمختلف الأقسام الطبية، وذلك وسط إقبال كبير من سكان مدينة بلتن والقرى المجاورة لها. كما أن هذه القافلة الطبية المتعددة التخصصات تشمل الجراحة العامة، المسالك البولية، إلى جانب طب الأطفال والنساء والتوليد، الباطنية والأمراض الجلدية، فضلا عن أمراض العيون والأسنان وجراحة العظام. الأطباء ماضون على قدم وساق استعدادا لإجراء العمليات الجراحية وكذا تقديم الخدمات العلاجية المختلفة. هذا وقد تم توزيع المرضى حسب برنامج وخطة عمل لجنة المتطوعين لمؤسسة القلب الكبير لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. بغية تسهيل الأنشطة وأعمال هذه القافلة الطبية التي ستستمر حتى 22 من أبريل الجاري، وفريق طبي مصري متكامل من الأزهر الشريف سيعملون بالتنسيق مع الأطباء والممرضين التشاديين، وذلك تحت إشراف المندوبية الإقليمية للصحة بوادي فرا ورئيسة بئسة مؤسسة القلب الكبير السيدة شمس الهدى بكر كدادي. للتذكير فإن يوم غد الثلاثاء سيتم إجراء العمليات الجراحية المختلفة، لا سيما جراحة العيون والعظام والأسنان. وفي ذات الإطار وبالتحديد في مدينة آتيا تم علاج طفلة تعاني من مرض في الأقدام يمنعها المشي والوقوف، حيث تمكن أطباء القافلة بعلاج الطفلة. محمد طاهر جبريل الحر.
الطفلة ميرم جبريل عيسى القدم، عمرها 4 سنوات، من منطقة وادي الحداد في مركز دار الجضعة وادي ريمة إقليم البطحة. ولدت هذه الطفلة بتشوه خلقي منعها من المشي أو حتى الوقوف على رجليها. هذا التشوه في ركبتيها يقول الأطباء إنه حالة نادرة. والد الطفلة انتهز فرصة وجود القافلة الطبية لعلاج مرضى العيون في مدينة آتيا المنظمة من قبل مؤسسة القلب الكبير ليقدمها أمام العامة علها تجد فرصة للخضوع لعملية جراحية. بطلب من الله، بطلب من الدكاتير ومن الحكومة، بتمنى من الله منهم هم يشوفوا الحل ابن جديدي. الدكتور علي إسماعيل بقار المندوب الإقليمي للصحة العامة بالبطحة يعطي بعض التوضيحات عن هذه الحالة. البني دي كان في كونسلتاسيون في العمل في المستشفى ده، لأن شهرين كده جات مع أبوها وقال هي ده مولودك ناقص لها المخرفة في الرجل ده، يعني روتيل. إذن في ده هي ما تقدر تقوم بطولها وما تقدر تروح، وفي ده أننا في المستشفى هنانا ده ما نقدر نشولوها أنشارش، وده بس نطلبه من المنظمات الحكومية وغير حكومية والإنسان اللي دارين لهم حسنات والأجر عشان للبيت ده يشولوا شارش هنا ويقدروا يودوها كما يعالجوها وتجي وتلقى تقدر تروح وتقدر تجري وتقدر تمشي المدرسة وتلقى نادم نورمال مش للآخر. إن لله في خلقه شؤون، فكل المنى والدعاء للطفلة ميرم جبريل بالشفاء حتى تستطيع أن تعيش حياة سعيدة كبقية أطفال البلاد. قام محافظ وادي بيسان بزيارة للمستشفى الذي قام ببنائه أحد مواطني المنطقة آدم حسن مكاوي. قرية أريرو بمركز إداري موندو التي تحتضن في عقر دارها الصرح الصحي الذي شيده ابن المنطقة الفاعل الاقتصادي حسن أحمد، وما قام بزيارته محافظ مقاطعة وادي بيسان فيليجي حسن فيليجي والوفد المرافق له، حيث تأتي هذه الزيارة بهدف التعرف على كيفية سير العمل والوقوف على الصعوبات التي تقف كحجر عثرة في عمل المشفى. وانتهز المحافظ هذه الفرصة ليقوم بتفقد مختلف الأقسام بدءا بالصيدلية وغرفة العمليات والولادة والمختبر والطوارئ، وكذا الاستماع إلى الشروحات المفصلة لعمل كل قسم على حدة من قبل الطبيب المركزي لمستشفى أريرو. وبعد الانتهاء من الجولة صرح محافظ مقاطعة وادي بيسان بالتالي: لازم مننا نجي نراندر فيزيت لوبيتال اللي نشوفه بورك فريما الزول الشال كوراج بنا لوبيتال لوكلو ننكوراجيه نفلسيته باسكو دانادم يعني عند فريما ايدي كرياتيف مرة واحد انفرمية دو لوكلو ما شاء الله الناس سون كابابل. كما قام أيضا محافظ مقاطعة وادي بسام بتوعية سكان القرية بضرورة التعليم ومراجعة المستشفى في الحالات المرضية وخاصة النساء الحوامل والأطفال. نختتم ونشر بقراءة هذا البيان من قبل الشركة الوطنية للكهرباء: نظرا للعطل الفنية الذي لحق بالشركة الوطنية للكهرباء والمتمثل في تعطيل 3 محركات للتوليد الكهرباء بمركز إنتاج الكهرباء بالجرماية، فإن الشركة الوطنية للكهرباء تخبر المواطنين والزبائن وشركائها بأن الشركة لم تتمكن من توفير الكهرباء لجميع حارات العاصمة الجمنة، وأن عملية الصيانة تستمر 3 أيام، وعليه فإن الشركة تطلب من الجميع التفهم والتوقيع. المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء أنبتنا جان بول. بهذا ننهي معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.